So Alhamdulillah, we have brought the Iqra group to the Hagia Sophia Mosque, which is behind me. This masjid was built even before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's time, not as a masjid, as a church. And then there was civil unrest and the building was demolished. Then the next emperor, he rebuilt the church again. And it remained as a church and was built originally as a church. But later on, when the Ottoman Empire took over, they converted this to a masjid. And then it was converted to a museum. And again, recently, Alhamdulillah, our brother Erdogan, he reopened it as a masjid again. Now we are freely to go inside and pray salat. 5 times salat happens. All the functions of a masjid happens again here. So inshallah, the group is going to go in and they're going to have a look around. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الشيخ سعود بن إبراهيم الشريف حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المسجد الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين